ارتفاع على درجات الحرارة يوم الجمعة وطقس ربيع لطيف في ساعات النهار وحالة من عدم الاستقرار الجوي يوم السبت وتفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريام لافارج باطون الأردن. تمويلكم مختبرات ميد لابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أعزائنا متابعين تخص العرب، أسعد الله مساءكم. من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل بسيط خلال يوم الجمعة لتصبح أعلى من معدلاتها من 4 إلى 6 درجات مئوية، كما نشاهد هنا من خرائط درجات الحرارة يوم الجمعة الأجواء ربيعية في معظم مناطق المملكة، لا تصل إلى أن تكون دافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. أما يوم السبت فمن المتوقع أن تطرأ هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي، أو تتأثر المملكة بهذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي تحديدا ما ساعات النهار من يوم السبت، لتكون هناك فرص لزخات من الأمطار. هذه الفرص من الأمطار متوقع أن تكون غزيرة أحيانا مصاحبة لزخات من البرد، تكون تحديدا في المناطق الجنوبية كما نشاهد هنا. من يوم السبت متوقع أن يكون هناك فرص أيضا لجريان الأودية والسيول، لأن هذه الأمطار قد تكون غزيرة في بعض الأحيان والنطاقات الجغرافية الضيقة، مما يؤدي إلى تشكل السيول وأيضا ارتفاع منسوب المياه. وبالتالي نود التنبيه من تشكل السيول تحديدا في المناطق الجنوبية، وتنبيه من شدة الرياح المرافقة للسحب الرعدية، وأخيرا تنبيه من تدني مدى الرؤية الأفقية في المناطق الصحراوية بسبب الغبار. أما في هذه الليلة وتحديدا في العاصمة عمان، الأجواء تكون غالبا غائمة، 13 درجة مئوية، وسرعة الرياح تصل إلى 6 كيلومترات في الساعة. وفي ثلاثة أيام القادمة يوم الجمعة 21 إلى فرص لزخات من الأمطار في ساعات المساء في العاصمة عمان، 15 درجة مئوية. يوم السبت أمطار رعدية بمشيئة الله 17 إلى 11 ليلا، وأيضا يوم الأحد فرص للأمطار من 11 إلى 9 درجات في ساعات المساء. ومن العاصمة عمان إلى باقي مناطق المملكة ونبدأها شمالا من إربد، 25 إلى 17، مفرق 23 إلى 15، جرش 26 إلى 18، وعجلون 24 إلى 17 درجة مئوية، عمان 21 إلى 15، زرقاء 24 إلى 17، بلقاء 21 إلى 16، مادبة 21 إلى 15. أجواء دافئة في البحر الميت 30 نهارا إلى 22 درجة في ساعة الليل، مع وجود بعض الغيوم في الأجواء. في الكرك 23 إلى 15، طفيلة 21 إلى 14، في معان 23 إلى 14، في جبال الشرات 19 إلى 12 درجة، وأيضا أجواء دافئة في العقبة من 33 إلى 22 درجة مئوية، مع وجود غيوم متفرقة أيضا. الرويشد أجواء غائمة من 26 إلى 17، صفاوي 26 إلى 17 كذلك الأمر، وفي الأزرق من 27 إلى 18 درجة مئوية. نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة. في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب. دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريام لافارج باطون الأردن. تمويلكم مختبرات ميد لابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.